يقول هذا السائل: أرجو أن تذكروا بعض صيغ الدعاء بعد الرفع من الركوع. نعم، إذا رفع الإنسان من الركوع فإن كان إماما أو منفردا قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال: ربنا ولك الحمد. وإن كان مأموما قال بعد قال: ربنا ولك الحمد، ولا يقول: سمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الإمام: إذا كبر فكبروا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد. وفي قول ربنا ولك الحمد 4 صفات: الصفة الأولى ربنا لك الحمد، والصفة الثانية ربنا ولك الحمد، والصفة الثالثة اللهم ربنا لك الحمد، والصفة الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد. ينبغي للإنسان العارف بها أن يقول مرة بهذا ومرة بهذا. وإذا قال: اللهم ربنا لك الحمد، فليقول: ملء السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.